استفى السيد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتعقيب حول هذا الموضوع. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك استاذ المستشار. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ارجو ان حضرتك تطلع لنا وتطلع كل الساده المشاهدين على مبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين، وايضا الدور الكبير اللي بتقوم به هيئه الرقابه الماليه لتطوير صناعه التامين في السوق المصريه. هي مبادره معا من اجل تطوير قطاع التامين، كما مبادره طرحها في السوق مجموعه من الشباب المهتمين بتطوير قطاع التامين. تمام. واعاده تنظيمه بغرض النهوض به ومساعدته في تحقيق اهدافه. كويس. الهيئه تبنت المبادره دي وساعدتهم واعاده تنظيمه، دعينا كل المهتمين بالشان قطاع التامين، فدعينا اتحاد مجلس اداره الاتحاد المصري للتامين، ودعينا الوسطاء العاملين بالسوق والخبراء المعينه وتقدير الاضرار ومعظم المهتمين بالشأن العام في مجال التأمين. كويس. والراغبين في تطوير. النهارده اجتمعنا في الهيئة العامة للرقابة المالية وكنا بنناقش كل المقترحات بغرض النهوض بقطاع التأمين وتنمية السوق بوجه عام. كويس. ده من حيث النهارده، والنهارده انتهينا لمجموعة من التوصيات. هنعرف تقدم لنا حقيقة مجموعة كبيرة قوي من المقترحات والتوصيات لتلافي السلبيات الموجودة في القطاع، ازاي نعيد هيكلة القطاع، ازاي نزيل المشاكل الموجودة فيه، ازاي نختصر الوقت بتاع تسجيل الوسطاء والمهن المساعدة، المهن التأمينية المساعدة، ازاي نعمل عقد موحد بين الوسطاء وشركات التأمين ونزيل نصف الخلافات الموجودة. النهاردة كانت المبادرة كويسة او نشطة، وتلقينا مجموعة كبيرة من المقترحات بنعكف على دراستها ان شاء الله لتطوير القطاع، خاصة احنا بنعمل دلوقتي مشروع قانون التأمين او شكنا على الانتهاء من المسودة الاولى منه. المشروع قطاع التأمين يتناول معظم المقترحات الموجودة، وان شاء الله نطرحه للحوار المجتمعي قريبا بإذن الله. بإذن الله. واضح كده من حوار النهاردة ان ده بداية للتواصل مع السوق، مش ان احنا شغالين كهيئة بمعزل عن السوق ولا السوق بعيد عننا، لا ده في اطار فلسفة الهيئة وشعارها نبني الجسور لا الحواجز. ده اكيد، خاصة ان قطاع التأمين بينال ثقة الدولة كلها دلوقتي وقيادتها السياسية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية اللي ادى اهتمام بالتأمين في مناسبات مختلفة ووجه بتطوير القطاع معايا فيها، فاحنا بنحيل الاهتمام ده. خلى الهيئة تعلن السنة دي سنة التأمين، سنة 2018 ان شاء الله هتبقى سنة التأمين، فبدأنا النهاردة نغطي تغطيات ما كانتش موجودة قبل كده. بنتكلم عن تغطيه الطلاب الجامعات عددهم والتعليم بصوره عامه قبل الجنائي والجامعي وعددهم حوالي 24 مليون طالب. بنتكلم عن تغطيه المركبات النقل السريعه اثناء مرورها في الطرق السريعه. كويس. بنتكلم على التامين متناهي الصغر، بدانا نطور، بننظم التامين التكافلي وشركات التامين الطبي كلها والتي بي ايه. يعني واضح ان مجهود كبير قوي عند الهيئه السنه دي علشان يبقى عامل تامين فعلا وتطوير شامل لقطاع التامين بشكل عام. ان شاء الله باذن الله. اتمنى لسيادتك كل التوفيق واداره الهيئه العامه للرقابه الماليه. شكرا للسيد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه للتوضيح لخبر النهارده انضمام الهيئه او استضافه الهيئه لمبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين في مصر. طيب ده